كذلك تكون فتن في العالم ما هو موقف المسلم من هذه الفتن ما يدور في العالم ليس شأنك أنت لا شأن الأفراد ولا شأن الشعوب هو شأن ولاة الأمر العلماء يبينون الأحكام الشرعية وولاة الأمر يتخذون ما يرونه وما اتخذوا بغض النظر عن إيجابيته وسلبيته صحه وخطأ هذا ليس شانك انت والدليل قال جل وعلا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ادعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلم الذين يستبطونه منهم هذا ليس شانك انت لان الاعداء يستغلون هذه الاحداث لاثاره الفتنه يدعون للمظاهرات والثورات يفسدون بلادهم ويفسدون اقتصادهم ويفسدون بنيتهم التحتيه ويفسدون ابنائهم وبناتهم ويقولون هذه نصرة، هذا أي نصرة، هذا سبب ليس نصرة هذه الشعارات جوفاء هذه دعوة الأعداء يريدون إثارة المجتمعات والتفريق بين الناس الله يريدنا إخوة متحابين إنما المؤمنون إخوة وهؤلاء يريدون أعداء أعداء لمجتمعنا لعقيدتنا لبلدنا لأمننا لاقتصادنا لجماعتنا